الهدف من الدوره هذايا دوكا كاين عباد وكاينين مثلا خاصه الفلاحين كاينين اللي راهم حابين يتعلموا مثلا تربيه الاسماك، هو عنده الفلاحه وعنده كذا، وانما عنده نقص فقط في الجانب نتاع كيفاش يدير الرعايه بالاسماك هذه، خاصه تربيه الاسماك في الاحواض. بون اوتوماتيكمون ماهيش لي راهي حاجه شيء بالسهل، وانما حنايا قبارك نقدموا له نعطوا له الانطلاقه الاولى هذه، وبربي ان شاء الله يتعلم ويعود يعرف كيفاش يربي الاسماك وكيفاش يحافظ عليها وكيفاش يخليها تكبر وكيفاش حتى وين يلحق حتى وين تلحق المرحله نتاع البيع، خاصه الاسماك الاستهلاكيه. عدد المشاركين بالنسبه لنا هنا، عدد المشاركين لهنا في الدوره هذه اللي سجلناه تقريبا عندنا 71 مشارك من مختلف الولايات، اغلبيتها من الولايات المجاوره لولاد الجلال، عندنا ولاد الجلال، عندنا بسكره، عندنا ولايه الوادي، عندنا تكورت، عندنا ورقه، عندنا كذلك ورقله.